لكم حبابي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، كلشي مزيان. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديالي ديال هذا النهار اليوم ان شاء الله، وتحت الطلب ديال بزاف ديال المتتبعات ديالي الاوفياء، طلبوا مني انني نحط لهم وصفه ديال التجاعيد. وهذا المشكل هذا كيعانيوا منه بزاف ديال البنات، وحتى لي بزاف ديال البنات واخا كيكونوا صغار، ولي مامون بالخصوص، يعني العيالات الكبار وهذا كيعانيوا من المشكل ديال التجاعيد، خصوصا اللي كيكونوا هنا يعني تحت العينين، كيكونوا في الجبهه، كيكونوا هنايا جهه الفم. فانا جبت لكم واحد الوصفه خطيره 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 وزوينه بزاف وإفيكاس ومعترف بها من طرف خبراء، يعني كبار اللي ديجا هما قارين ودارسين يعني هاد المجال هذا. فانا الوصفه ديالي ديال هاد النهار بصفر درهم بهذا المفهوم هذا، حيت ممكن ان المكون اللي غادي نوريكم يكون عندكم في الدار، وكاع الا ما كانش عندكم في الدار بدرهم واحد اولا باقل من درهم واحد غادي تمشي وغادي تجيبيه بطبيعه الحال. المهم اخوتي، الا كنتو مهتمين بالامر ما عليكم غير تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وما تنساوش الا عجبكم الفيديو تخلي واحد لايك، عدد كبير ديال اللايكات بطبيعه الحال، وتخليوا لي كومونتير في اخر الفيديو. والا كنتوا اول مره كتشوفوا هاد الفيديو او القناه ديالي او لا كتشوفوني، ما عليكم غير تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم اي جديد غادي نحطو لكم في القناه. المهم بلا ما نطول عليكم، ندوزوا دابا باش نتعرفوا على الوصفه ونتعرفوا على الطريقه ديالها، حيت عندها واحد التكنيك خاصه. و مهم خليكم معايا، هنا رجعت معكم. المهم خوتي وخواتاتي البنات لي مامو، كيف ما بغيتو تكونوا، مهم الا كنتو كتعانيو من المشكل ديال التجاعيد في الوجه ديالكم، وكتعانيو من البشره يعني فيها تصبغات وفيها شوائب وفيها شعيرات رقيقه وفيها يعني قشره وفيها يعني البثور ديال حب الشباب اللي كتكون ناتجه على حب الشباب، اولا البشره ديالكم اللون ديالها ما موحدش بهذا المفهوم، انا جبت لكم واحد الوصفه صراحه اللي خطيره بزاف، اللي هي بياض ديال بيضه وحده، بياض ديال بيضه وحده، البياض فقط ماشي الصفر، غتاخذوا غير البياض ديال بيضه وحده، ومن الاحسن تكون بلديه، من الاحسن تكون بلديه لان كيكون المفعول ديالها قوي. وعندي كنيناكس كما كتشوفوا كنيناكس. المهم البنات والعيالات، غادي نبدا نطبق الوصفه على الوجه ديالي. انتوما عارفين باللي البيض كيصلح بزاف في الوصفات الطبيعيه، وعنده فوائد كثيره على البشره ديالنا. كما كتشوفوا انا غادي ندير واحد لاكوش على البشره ديالتي كامله بحال هكا، جهه الانف تحت العين هنايا. البنات اللي عندهم سميتو، البنات اللي عندهم شعيرات رقيقه في الوجه ديالهم يستعملوا هاد الوصفه هذه، ويتبعوا يعني الطريقه كيف ما كتشوفوها يعني في الفيديو. ما ديروش غير فوق عينيكم، تحت عينيكم ماشي مشكل، في الجبهه حاولوا ما توصلوش للشعر هنايا، هاد الشعر هذا اللي شاد لنا الدوره ديال الراس. صافي، من بعد غادي ناخذ كنيناكس كما كتشوفوا، نحاول انني نقطعو لان اصلا انا الوجه ديالي صغيور. مهم غادي نحاول انني نقطع، يعني غادي نخلي غير الفم ديالي بحال هكا، بحال هكا البنات كما كتشوفوا. كما كتشوفوا البنات انا قطعت كنينكس، كتحطوا بحال هكا، خليو بطبيعه الحال منين غادي تنفسوا، وخليو جهه سميتو جهه الفم. من بعد غادي ناخذ البيض عاوتاني وغادي نديرو فوق كنينكس بحال هكا،
يعني كندير دو كوش. وهاد لا تكنيك خصكم ضروري تطبقوها، يعني كتلصقوا وديروها حتى العنق ديالكم. بحال هكا. المهم البنات انا غادي نكمل ياك بهذه الطريقه، ونديرها لجبهتي، وندير عاوتاني كنيناكس من الفوق، وندير عاوتاني البيض يعني دو كوش، ونخليها تقريبا واحد ربع ساعه حتى لعشرين دقيقه بيد ما تنشف ليا. المهم اللي ما كتبغيش ريحه البيض غير تصبر، مي النتيجه كتكون صراحه فوريه والنتيجه مرضيه. كما قلت لكم تخليوها ربع ساعه، المهم غير تنشف ليكم، يعني تقيسوا كلينيكس تلقاوه قاصح صافي، ونعاودو نرجعو باش نحيدوه. يلا خليكم معايا.
كتشوفوا وكتبيض هانتوما راه مازال ليا البيض مازال ليا البيض فوجي كتحيد صراحه التجاعيد ديال الوجه وكتجبد لك البشره ديالك خصوصا هنايا الجبهه. شوفوا الجبهه كيفاش ولات عندي مجبده ها واخا يعني هزه يعني حواجبي. هاد الوصفه راه ايفيكاس البنات. انا غادي نديرو غادي نمشي نغسل وجهي لان فريمون كنحس بوجهي صافي راه بغي عرفتي شنو بحال شاده هكا ودايره ليه هكا يعني مجبداه مزيان. وها هو داك الكنينكس اللي كنت درت ها هو ناشف كما كتشوفوا ها هو ناشف كما كتشوفوا كيكرم وكيولي ناشف وحتى الشعيرات كيتحيدوا لك من الوجه ديالك. صراحه البيض راه زوين بزاف البنات زوين 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 بزاف البشره. غي ديروا هاد الوصفه هادي وكما قلت لكم البيض البلدي البيض ديال البيض البلدي ديروا هاد الوصفه للوجه ديالكم. العيالات الكبار ديروا هاد الوصفه وداوموها على الاقل واحد جوج مرات في السيمانه باش هكا يعني تحيدوا هادوك التجاعيد اللي كيكونوا جهه العينين وجهه الفم وفي الجبهه. ها نتوما شوفوا الجبهه ديالي كيفاش كتبري. هذا راه بيض عندك ويسحب لكم سميتو. كنتمنى من الله ان الوصفه ديالي ديال هذا النهار تعجبكم وطرق استحسانكم تقدرش نضحك. المهم اخوتي لعجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك وتبارطاجي الفيديو ديالي مع الناس اللي كتعرفوا وما تنساوش تخلي واحد العدد كبير ديال لي لايك. ولا كنتو اول مره كتشوفوا الفيديو ديالي ابوناو وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كاع الجديد ديالي. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. بسلام عليكم.